على الماجنتيود مع الفورس. فكل ما زادت القوة كل ما زادت السيفيريتي مع التروما على البيشنت. يعني مثلا على سبيل المثال إذا واحد هيت باي كار، إذا مت سيارة، السيارة إذا تمشي 60 مو مثل ما تمشي 120، أكيد السيفيريتي مع التروما راح تكون مختلفة أكثر. تمام؟ The magnitude of a problem. Trauma remains the most common cause of death and disability in children and young adults in resources-rich countries. Globally, approximately 10,000 people die daily as a result of an injury. Road traffic accidents, wars, and international violence have been identified as major vector of traumatic injury. إحنا المشكلة عالميا مشكلة كلش كبيرة، مشكلة تروما، وهي الميجر كوز مال death بالchildren and young adult بالماس كونتري. يعني ممكن بالادلت الماس كومن كوز اوف ديث مثلا الكانسر، لكن الماس كومن كوز اوف ديث بالchildren and young adult هو التروما. عالميا يوميا يموتون 10,000 واحد بسبب الانجريز. شلون تصير الفورم مالتها؟ ممكن تكون رود ترافيك اكسيدنت، حوادث سيارات، فولز، حوادث السقوط من علو او من مكان شاهق، or intentional violence has been identified. أو ممكن المشاجرات والمعارك والخلافات intentional violence. The vast majority of trauma are not life or limb threatening. Major trauma affect approximately 15% of all injured patients. من حسن الحظ أن معظم الإنجري هي ما تهدد الحياة ولا تأثر على اللمس، يعني ما تسبب بتر بالأعضاء أو استئصال الأعضاء. Only 15%، يعني بس 15% من التروما هي ميجر تروما. معظم التروما هي بسيطة أو وسطى وسبب إصابات بسيطة، لكن 15% سبب ميجر تروما كان lead to death or limb affecting limb. Severe trauma continues to be major cause of death in young patient. Older patient with fragility fracture pose an additional burden to healthcare system. بالنسبة للolder age patient دول مشكلتهم كبيرة، من يعاني من فراكتشر مو مثل اليانج ادلت. يعني مثلا إذا صار عنده كسر بدل ما يطيب بعشرة أيام يحتاج 20 يوم، وهذا راح يأثر على النظام الصحي ككل، فراح يحتاج بدل ما يأخذ 10 أيام يحتاج 20 يوم، يحتاج خدمات طبية أكثر، يحتاج أدوية أكثر. فلذلك هم يمثلون بيردن على الهيلث كير سيستم. We should look for important feature in injury that could influence the outcome. دائما احنا نأثر، لازم نباوع من نقيم مريض قد انجري، نشوف الامور المهمه بيهم اللي تاثر على المستقبل مال الانجري مال البيشنت. مثلا اذا البيشنت مثلا عنده سكر او ما عنده سكر، هذا قابليه الجرح انه يلتهب او ما يلتهب. زين، the significance of time. عفوا دكتور حسنين، ولو نعم اذا بس اي تفضل. تقدر تدز لي الباوربوينت حتى انا اسوي لها شيرنج هناك، وجاي افتح السماعه ويسمعون. يعني والله يعني شو اسمه بين ما ادز لك واي فات وقت على اه المره الجايه ان شاء الله. اي يلا. العفو بين ما دكتور، ليش ادز لك فايبر او تليجرام. زين، العفو دكتور، ليش مسجل بغير جهاز يصور الشاشه وتبث لنا يعني من ذاك الجهاز؟ الثاني دا اكتشاك بالتليفون عفوا، وبنفس الوقت فاتح من دا اسوي شير الانتاير سكرين. مدي هسه انا سويت لك شير انتاير سكرين، دا يصير العفو عندكم دكتور، قصدي الكاميرا مال الجهاز تصور بيه يعني الشاشه مال اللي تريده يعني. انت لا تخاف، يعني انا اساسا راح انزل لكم باوربوينت ومحاضرات مسجله غير هذا التسجيل اللي سواه دكتور علي فاروق. عندي محاضرات مسجله من العام يعني اساسا، تمام، شكرا. اسوي لكم باوربوينت خالي، فاطمئن من هاي الناحيه ان شاء الله. يعني تمام، توصلك ان شاء الله المحاضره كامله 100%. تمام، زين، عاش ايدك دكتور. اوكي، هسه احنا وين وصلنا على مود ماستر ان شاء الله مقاطعه. هذا موضوع كلش مهم. The significance لحظة واحدة، هذا في الشيء اللي يطلع لي في الشاشة. The significance of time in the outcome. أكو في شيء مهم اسمه the timeline concept is an essential component of trauma management. Assessment should be completed within a set time. The time response is limited. Both assessment and response should be take place in time window prior to irreversible damage or death. شنو هذا التايملاين كونسبت؟ احنا عندنا بين ما يوصل المريض وصاير مثلا حادث سياره،
ما نستقبل المريض ونقيم فعاليات الحيوية ونشوف الانجري مالته وين، بالرأس أو بالبطن، والما نعرف مثلا صار عنده نزف بالدماغ ونسوي له فحوصات وأشعة. هذا كله تايم. هذا التايم الما نكمل ونعرف التشخيص شنو، مثلا نزف بالدماغ، تمزق بالطحال، نزف بالكبد، هذا كله التايم راح يوصل المريض مرحلة راح يبقى عنده تايم قليل الوقت العلاج قبل ما يصير ديث. فالتايم هنا نقول التايم تو ريسبونس از ليميتد، يعني التايم اللي احنا لما نتوصل للفكره ونوصل للتشخيص هو تايم قليل جدا اللي ممكن يصير بيه الريفرسبل دامج اور ديث. فاحنا نحتاج هذا التايم لاين كونسبت نهتم بيه دائما. نعطيكم مثال، هنا بهذا الفيجر موجود عندنا التايم فور اسكيميك لم، يعني ايش قد نحتاج تايم يلا يصير اسكيميا باللم ونخسر اللم. الاكسترادينال هيماتوما ايش قد تحتاج تايم قبل الديث. الانترابليومينال بليدنج ايش قد التايم حتى الديث. الاير واي اوبستركشن ايش قد التايم حتى الديث. اذا نلاحظ هذا التايم ده يقل شوي شوي. نكمل المثال، جانا مريض على سبيل المثال عنده انجري معينه، نلاحظ بال دكتور الصورة مبينة مال الجراف. هسه تشوف الصورة أنا راح أشرح لكم إياها. بالجراف لي فوق هو المسافة حتى الموت، يعني يوصل بيها للديث. أوكي، جوا البار الثاني هي الأسسمنت تايم، إيش قد نحتاج أسسمنت. يحتاج الأسسمنت تايم. هذا الأسسمنت تايم إلما إحنا نفتهم الفكرة ونقيم المريض ونشوف وضعيته ونوصل وياه الى التشخيص الكامل، قبل وراها راح نبدي نعالج. التايم مال العلاج لحد الديث تايم كلش ليميتد، ما بقى لي هواي مجال. يعني انا صرفت اكثر من ساعه ونص مثلا بالتشخيص وباقي لي ربع ساعه اعالج بيها. فاحنا لازم نحسن التايم لاين كونسبت، لازم نحسن طرق التشخيص مالتنا على مود يبقى مجال عندنا بالاسمنت. وراح نعطي مثال اكثر، هذا مثال اكثر من عندنا بيشنت عنده اكسترادورال هيماتوما، نزف دماغي. نستقبل المريض راح نشوف عنده كسر، نسوي له اشعه او مفراس، نشوف عنده نزف، نشوف مالته التحاليل. هذا كله راح يحتاج تايم، كله يحتاج تايم. زين، عفوا، الريسبونس تايم الى الديث تايم تايم كلش قصير. فاحنا مثل ما قلنا نحتاج نزيد الكفاءة مالتنا بالتشخيص على مود يبقى لنا تايم للمانجمنت. اوكي، الاسسمنت اوف تروم should include analysis of interaction between the patient, mechanism of injury, the extent of injury sustained. Look for both obvious and less obvious feature. Identify more reason when the above formula do not make sense. خلنا نشرحها. شلون نسوي اسسمنت مال تروما؟ احنا عندنا فاكتور بالتروما، عندنا البيشنت، ميكانيزم اوف انجري، زين، بوث اوبفيس اند ليس اوبفيس فيتشر. يعني احنا من نجي نقيم مريض عنده تروما، اول شيء لازم ناخذ معلومات المريض، يعني العمر مالته يفرق، الجندر مالته يفرق، اذا عنده امراض مزمنه تفرق. اوكي، الميكانيزم اوف انجري، شلون صارت الاصابه؟ يعني كان يمشي ودعمته سياره، راكب سياره وانقلبت بيه، وقع من علو، ايش قد طول هذا العلو، وقع على جهته اليمنى او جهته اليسرى، هاي نسميها الميكانيزم اوف انجري. وي لوك فور اوبفيس اند ليس اوبفيس فيتشر، يعني ندور اكو علامات ظاهريه، يعني واحد انضرب مثلا على جهه فخذه الايسر، راح نشوف جهه فخذه الايسر، راح نشوف الاوبفيس انجري، الكسر بجهته اليسرى من الفخذ الايمن الايسر. اند ليس اوبفيس فيتشر، اكو نوبات انجري تصير اواي فروم the site of injury itself. هاي همين لازم اقول لكم. اذا هاي الفورمولا الاسسمنت مال ميكانيزم مال بيشنت ما قدرنا نسوي اسسمنت التروما بيها بطريقه صحيحه، لازم ندور بطريقه اخرى راح نشرحها بالكتاب ان شاء الله. نبدا بالميكانيزم. الميكانيزم could be blunt or penetrating or combined. ممكن الاصابه تكون من blunt trauma، يعني ما بيها شارب اوبجكت، اور بنتريتنج تروما انكلود شارب اوبجكت، اور كود بي كومبايند، يعني اثنيناتهم موجوده بنفس الوقت. نبدي بالبلانت تروما، ات كان بي كاتيجورايز از دايركت اور اندايركت اند كونتينيو بي ماس كومن ميكانيزم. هي طبعا الماس كومن ميكانيزم،
indirect mechanism, damage localized to site of injury. بالبلانت تروما عندنا direct injury وindirect injury. الدايركت injury مثل ما واحد ينضرب بصورة مباشرة على عضو معين، كان يكون مضروب على الثاي على عظم الفخذ، وهنا الدمج راح يكون بالمنطقة نفسها. In contrast, indirect mechanism to damage occur at distant site from transmission of the force. بالindirect mechanism راح يكون الانجري away from site of injury. على سبيل المثال، واحد قاعد بسيارة وينضرب بالداشبورد على الني ماته، الني راح يصير بيها direct injury، تنكسر مثلا، يصير كسر بالني joint. لكن اكو ممكن الفورس transmitted by thigh by femur to the hip joint ويصير بيه خلق، يصير عندنا hip dislocation، خلق joint مال hip. اذا هاي indirect injury لان الهب ما انضرب بصوره مباشره. نجي على البنتريتنج ميكانيزم. It can be divided caused by sharp object مثل السكاكين والاسلحه الحاده and those induced by firearms، يعني بالاسلحه الناريه. إذا البنتريتنج يا بالأسلحة النارية يا بالشارب أوبجكت. With regard to injury caused by sharp object, it is necessary to take into account the length of sharp object, surface area and size of entry point. ناخذ تقييم للشارب أوبجكت مثل السكاكين، لازم نعرف طول السكينة، المساحة السطحية مالتها، المكان اللي دخل به. يعني إحنا مثلا السكين تدخل بالبطن، بالجهة اليمنى تفرق عن الجهة اليسرى، بالجهة اليمنى موجود عندنا الليفر، بالجهة اليسرى السبلين. طول السكينة أكيد كل ما طالت كل ما أكيد الإنجري صارت أكثر. Knowledge of local anatomy is essential. إحنا لازم نعرف الأناتومي، بالتأكيد إحنا نعرف الليفر بالجهة اليمين، سبلين بالجهة اليسار، بدر lower abdomen. Remember the abdominal structure at risk of injury extending high into the chest. ولازم نتذكر انه اصابات اللور تشيست ممكن تاذي الابدومن، لان الدايفرام انتر انسايد ذا تشيست، انتر ان ذا سايد ذا تشيست، ويكون الليفر كفرد باي ريبس والسبلين كفرد باي ريبس. اوكي، فاير ارم انديوس بنتريتنج انجري which are more difficult to comprehend than incisional injury caused by sharp object. High velocity bullet induce permanent and temporary cavitation. Temporary cavitation can contain foreign material. Low velocity bullet induce similar damage to knife. خلينا نشرح لكم هاي النقطة. الأسلحة النارية مو بس المكان اللي راح تخترق تسبب فيه دامج، راح تسبب temporary cavitation و permanent cavitation. يعني راح يصير اكو تجويف بالملي سكند، تجويف temporary مؤقت بالملي سكند، مثل الشوك ويف، مثل ال شوك ويف اللي راح تنتقل للنير باي تشو. يعني مو بس المكان اللي دخلت به الطلقة هي اللي راح يصير بيها الدمج، لا، راح تنتقل شوك ويف ويتكون كافيتي مؤقت يعني ملي سكن راح يسبب بيه دمج. بينما لو فيلوسيتي بوليت حالها حال السكين، يعني نفس نشوف هذا الفيجر راح نشوف بأي لو انرجي بوليت الدمج only in the bullet tract itself. لكن in B there is temporary cavity which damage more tissue than bullet tract. Table 21-2 example of pattern of injury. احنا قلنا اكو obvious feature و covered injury. على سبيل المثال ناخذ هنا مثال واحد. Left-sided impact from road traffic accident cause lateral compression of the pelvis. ممكن covered injury سبب سبلينك injury. نقدر نشرح لكم اياها بطريقة افضل. يعني واحد بحادث سيارة ضرب على صفحة اليسرى، ممكن راح يصير عنده fracture بالبلفس، كسر بالبلفس، هذا الاصابة الظاهرية. لكن بنفس الوقت راح ممكن يصير اصابة غير ظاهرية، يصير عنده سبلينك rupture، اصابة بالطحال. تمام، اذا احنا لازم ندور الـ obvious feature الإصابات الظاهرية والـ covered injury الإصابات غير ظاهرية. Patient factors. All patient poses unique profile and medical history and so will react and respond differently to giving traumatic accident. مو كل مريض استجابة للتروما نفس الشيء. يعني أكو جسم قوي جسم ضعيف، أكو ناس عندهم مضاعفات، مثلا مريض
عمره 60 سنة وعنده سكر وضغط، أكيد الإنجري نفس الإنجري نفس الميكانيزم مال الإنجري تختلف عن اليانج بيشنت اللي عمره 20 سنة اللي ما عنده أمراض مزمنة. تمام؟ Children and adults of different age will be sustained different injury as a result of the same mechanism. For instance, a car hitting pedestrian will induce different injury in adult compared to child. بالإضافة إلى هذا، الأطفال والأدلت تختلف الإنجري مالتهم at the same mechanism. على سبيل المثال، الستيرن مال السيارة يسبب إنجري مختلفة للأدلت عن ما يسببها للطفل، لأنه بطبيعة الحال التكوين الجسماني راح يكون مختلف. Hidden mechanism. The vast majority of conscious patients will tell the truth. Patients involved in criminal activity may not tell the truth. Fear of abuse may prevent vulnerable patients from telling the truth. Clinicians have the responsibility to take action when non-accidental injury is suspected. نشرح لكم هذا الموضوع. أكثر المرضى يجون يقولون لنا الحقيقة الميكانيزم الحقيقية للإنجري. لكن البيشنت اللي عنده كريمنال اكتيفيتي حرامي وندار له على مكانه ووقع وانكسرت رجله ما راح يعطينا الميكانيزم الحقيقيه للانجري، او شخصين عندهم مشكله وصارت عركه واحد ضرب الاخر، من يجي يعطينا الميكانيزم مال الانجري ما راح يعطينا اياه بصوره حقيقيه. بالاضافه لا دكتور بس السلايدات واقفه، السلايد على حاله، السلايد على حاله، على اللاين تايم معلق على سلايد رقم 5 لسه. اي دكتور حتى يمي ترى والله يعني جاي ده اسويهن يعني ما ادري اعرف كيف اسوي، بس سلايد 5 لحد الان هاي مشكله نيت يعني، بس تغير عندي، هسه تغير عندي الاسلام قدم ما قلته يعني انا وصلت سلايد 16 زين هسه مال هيدن ميكانيزم استاذ. اي تمام اذا المشكله المطلع من الساعه دكتور ليش ما قلتوا لي ليش ما اعطيتوني خبر، هاي مشكلة نت يعني هي هاي المشكلة المحاضرة مشكلة نت. على كل هي كلها راح أعطيكم إياها ومعها تسجيل صوتي إن شاء الله زين. أوكي هسه وصلنا parameter and should be clinical suspicion of non-accidental injury. أكو موضوع اسمه non-accidental injury يعني injury صايرة مو من حادث يعني من نشاطات إجرامية، شلون راح نتوقعها؟ إذا عندنا الاكسترنال ساينز اوف انجري نوت كونسيستنت وذ ميكانيزم ريبورت، يعني يجون يقولون لنا هذا الطفل اتزحلق ووقع لكن نلقى كسور بأماكن متعددة بالرأس وبالرجل وبالبطن، إذا هاي الاكسترنال ساينز اوف انجري نوت كونسيستنت وذ ميكانيزم، اور ذير از لونج بون فراكتشر ان بري امبولاتري تشايلد، أو يجينا طفل بعد هو لا يزحف ولا يتحرك صاير عنده كسر بعظم الفخذ، هذا نتوقع نان اكسيدنتال انجري. Unconsistent or changing history. يعني واحد كل ساعة يغير الهيستوري مالته، كل ساعة يقول لنا شكل، مرة يقول لنا وقع، لا كان صاعد بكان عالي وقع، أو كان يمشي وزحلق، كل ساعة يعطينا هيستوري شكل. دول لازم نشك بيهم إنه هو non-accidental injury. Aggressive or unusual behavior of career at interview. أو مثلا الشخص اللي جايبه البيهيفير مالته غريب أو عصبي كلش. Or posterior rib fracture. شباب جاي تتغير عندكم السلايدات لو لا هسه؟ اي نعم دكتور جاي تتغير هسه وصلنا للانجريز. اي نعم دكتور، دكتور بس انا عندي سؤال على هذا النون اكسيدنتال انجري، يعني شنو وظيفتنا اتجاهه اذا عرفناه هيك؟ انت من واجبك انه تحمي، يعني اذا طفل واهله جاي ياذوه، مثلا زوجة ابوه جاي تاذيه مثل ما نسمع بهاي الحوادث اللي تصير، أو شخص مو شرط يعني مرة وجاية مهددة بالقتل وتخاف تحكي تحت التهديد، قالوا لها إذا تجين نموتك خلاص، أنت لازم تعرف من الإنجري إنه تشك، تبلغ طبعاً أنت تسوي ورقة شرطة وتبلغ الشرطة على هاي الإنجري زين على مود تحمي البيشنت. تمام؟ شلون راح نتوقعها؟ قلنا إنه اللي جاي بده يغير الهيستوري كل ساعة، كل ساعة يحكي لنا شكل، أو نلقى لونج بون فراكتشر بطفل هو أصلاً ما يزحف، شلون صار عنده لونج بون فراكتشر وهو اساسا حتى مشي ما يمشي، صح لو مو صح؟ او بوستيريور رب فراكتشر، فانت يعني جاي تحمي الناس من اللي جاي يأذيهم سواء اهلهم او زوجة اب او اي شخص ثاني. تمام؟ اوكي هسه وصلت الفكره؟
مفهوم دكتور، شكرا. دكتور عفوا، البوستيرير ريب انجري هاي بما معناه انه يعني اكو تدخل من الخلف للشخص انه لو يعني ما ممكن يعني صار الكسر، صار الكسر هذا المكان يعني صعب ينكسر من تروما عاديه، يعني واحد متزحلق او فشي، هاي ممكن الا ضرب مباشر، الا ضرب مباشر يلا تنكسر هاي الربس. زين نعم اي، فهي هاي الميكانيزم. اوكي شكرا. اوكي هسه احنا عندنا الانجريز وين analysis of formula mechanism patient injury has failed to identify hidden injury there are two other approach. يعني احنا قلنا اذا ناخذ الميكانيزم مال الانجري والبيشنت فاكتور ما قدرنا نحدد الانجري، ذاك الوقت لازم نستخدم غير طريقه. اول طريقه the look everywhere approach، ثاني طريقه the focus exclusion approach. the look everywhere approach يعني واحد اني مدى اقدر احدد الانجري مالته كان يكون فاقد الوعي، ذاك الوقت اني مضطر اسوي له فحص من راس الاصبع رجله كامل، هاي نسميها look everywhere approach، افحص راسه افحص رقبته افحص صدره. او يسوي focus exclusion approach يعني مثلا واحد اشوف عنده كدمات على البطن احاول اركز على البطن بهاي المنطقه، اسوي سونار للبطن افحص البطن. زين هذا اذا كانت الميكانيزم مال انجري ما تحدد لي، والفورمولا مال ميكانيزم patient injury ما تحدد لي مكان الانجري. شباب هسه انا غيرت السلايد، اوكي دي تغيرتكم؟ اي نعم دكتور تغير. اي نعم دكتور. response to trauma the patient response to trauma، واكيد انتم اخذتوها بالبدايه انه من راح تصير تروما راح time from accident a cascade of physiological response will be upregulated to maintain survival. important patient response that require prompt attention in order to avoid subsequent negative impact the patient hemodynamic condition include body temperature, oxygenation and organ perfusion. البيشنت بين راح يتعرض للانجري راح يصير تغييرات داخل الجسم physiological response to maintain survival. رأسا راح تصدر هرمونات، تصدر يعني فد سابستنس تحاول تحمي الجسم وتسوي upregulation وتخليه maintain survival. شنو الأمور المهمة اللي لازم ندير بالنا عليها في البيشنت عند انجري؟ لازم نشوف البادي تمبرتشر، الأكسجينيشن and organ perfusion. Another important part of response to injury activation of immune inflammatory system. هاي أخذتوها بالمحاضرات الأولى بالمرحلة الثالثة إنه راح يصير after trauma or response to trauma راح يصير عندنا immune inflammatory system activation اللي هي مو تماما موضوعنا لهذا اليوم. The medical response to injury احنا ايش راح نسوي؟ The initial management where resources are available the trauma team on call should make personal to wait the patient in arrival to resuscitation room. اذا المستشفيات بيها امكانيه المفروض كل مستشفى بيها امكانيات يحضرون trauma team، يحضرون تيم خاص بالتروما، شغله مو مكان ثاني. ينتظر من يخابرون راح يجينا مريض متعرض لحادث سيارة، هم محضرين نفسهم يتحضرون بغرفة الطوارئ وشغلهم فقط هذا المريض. The team leader according to Atlas protocol will assign trained nurse and doctor to specific task. قائد الفريق هو راح اللي هو عادة يكون جراح راح يقسم العمل على أعضاء الفريق. كان يكون انت يا ممرضة انت شغلتك تسحبين دم فقط، انت يا طبيب انت شغلتك تسوين عشرة قوي فقط، انت يا طبيب الاخر طبيب الكسور انت فقط تعالج هذا الكسر. فهو التيم ليدر راح يوزع المهام حسب الأهمية. Following Atlas protocol should be routine process. The involvement of different disciplines in assessing and planning treatment of injury in different body area may lead to issue around the priority which can lead to confusion and uncertainty. Who go first? What investigation should be next? خلنا نشرح لكم هاي الخطوة. بما أنه التيم مال تروما بهواي أطباء، طبيب كسور، طبيب جملة عصبية، جراح عام، طبيب أوعية دموية، هاي أحياناً كل من يقول أنا أريد أسوي تحاليلي أو أعالج أولاً، فهاي هنا ممكن يصير أحياناً confusion and uncertainty، راح يصير نوع من الاختلاط. كان يقول أبو الأوعية الدموية يقول أنا لازم أسوي عمليتي أول، أو يقول أبو الجملة العصبية أول، فلازم يكون أكو تنسيق بيناتهم ويحدد قائد الفريق البرايورتي الكل شيء.
كان يكون انه مثلا اصابه الاوعيه الدمويه او اصابه تنفسيه لها اولويه، ثم اصابه الجمله العصبيه. هذا الشيء قرره قائد الفريق. غير السلايد، غير السلايد شباب. نعم عندي نعم تغير. Beyond the first hour, following initial assessment and management according to the protocol, further intervention are necessary to the patient with double injury. ورا ما كملنا الريساسيتيشن وسوينا القطص بروتوكول وسوينا البيشنت اي بي سي، وراها شنو النكست؟ طلعت اكو نظريتين بالعلاج، اكو يسموها ايرلي توتال كير فيلوسفي ودامج كنترول فيلوسفي. الايرلي توتال كير تقول اي مريض، هي حاليا الجولد ستاندرد فور بيشنت وذ مالتيبل انجري، يقول لك اي مريض يجي يعني عنده كسر بالفخذ، عنده اصابه بالبطن، كسر بعظم الايد، اسوي له كل العمليات مره واحده ايرلي توتال كير واخلصه منهن. حاليا هذا ماشي لكل المرضى. However, in some specific patient group, for example, this with severe chest injury or head injury, extreme physiological. ثواني أبقوا يا. ألو نعم. أي نعم. اللي عندهم سفير هيد انجري، سفير تشيست انجري، والفيزيولوجيكال ستيت مالتهم اكستريم، يعني عندهم هبوط بالضغط قوي، نقص بالدم كلش قوي، دول يعني صعب تسوي لهم كل العمليات نفس الوقت. اذا تحتاج تسمي لهم نسوي لهم فتح حاله نسميها دامج كنترول سيرجري فيلوسفي. شنو هذا؟ ايش يصير؟ نحاول فقط ننعش المريض، نوقف النزف وليمت كونتامينيشن، ونحيل المريض ردة الانعاش. بعدين العمليات الأساسية نسويها بمرحلة ثانية، لأن إذا حاولت أكمل العمليات بمرحلة واحدة ممكن أخسر المريض. فهاي نسميها damage control surgery اللي تتضمن resuscitation, hemorrhage control, decompression, decontamination, fracture splintage. يعني حاول أسوي أقل شيء ممكن للمريض، وأهم الأمور اللي هي hemorrhage control والdecontamination، وبعدين حيل الانعاش، المريض ياخذ دم، ياخذ بلازما، تتحسن حالاته الحيويه، وبعدين اقدر اسوي له العمليات النهائيه. لا فو دكتور، اذا خلال ذلك اكو يعني شيء معرض للتلف، يعني شيء يعني لازم نداركه بالوقت من ضمن اجزاء الجسم. هو بالدمج كنترول سيرجري يعني راح تحاول تسوي بس الاشياء الاساسيه. اعطيك مثال، توقف في النزف فأكيد ما راح يصير تلف. يعني مثلا احنا مريض اجى ضغطه كلش نازل والوعي مالته تقريبا شبه منتهي، زين، وبارد وتعبان، اني اذا وفتحته ولقيت عنده اصابه بالكبد وبالطحال بالاوعيه الدمويه وبالامعاء، اذا راح احتاج اقل شيء العمليه فت 5 ساعات. اذا كملت العمليه للبيشنت بنفس الوقت اكيد ما راح اسيطر عليه، لكن انا شنو راح اسوي؟ الامور الاساسيه فقط اللي هي شنو؟ انه راح اوقف النزف بطرق معينه، هاي خاصه بينا، زين، امنع الكونتامينيشن، يعني احاول مثلا الامعاء اغلقها غلق بسيط مؤقت على مود ما يصير كونتامينيشن، عنده كسر بسيط اسوي له جبيره، مو الا اسوي له عمليه كامله واخلي له بلاتين، وياي الفكره. فاني من منعت النزف اكيد راح احافظ على الاورجن، تمام؟ بعض الاستثناءات مثل نقول الاورجن مثلا برين وصاير بيه نزف معين وده يضغط على الدماغ، لا، هذا لازم يتفرغ باللحظه، اوكي، بس مو شرط اكمل العمليه الاخير. واضحه الفكره؟ نعم دكتور، مفهوم، شكرا. اي دكتور، لانه اذا تكمل العمليات الاخير معناها تخسر المريض 6 ساعات، المريض ما يتحمل ساعه بالعمليات. تفضل دكتور. بس شغله واحده، هي مكتوبه ريسستيشن، يلا هيموريج كنترول، غير احنا بالبدايه نسوي هيموريج كنترول الوقفه، يلا نسوي ريسستيشن على مود ما يسوي فد مشاكل ثانيه. الريسستيشن انت المريض يعني جاي 5-6 بطاله دم، فشي طبيعي انت تبدي الريسستيشن من البدايه، تبدي تطي دم بلازما على مود تبدي تعوضه، وبنفس الوقت تعمل تسوي مو يسوي مثلا امراض بالكوجيلوباثي او يخفف يعني انت العفو الريسستيشن، الريسستيشن اذا تبدي بيه انت لازم ماتك يعني تطي ان بالانس، يعني مثلا ما يصير تطي بس دم، لازم تطي بلازما، لازم تطي بليتلت،
تعطي كوغليشن فاكتور، يعني لا ما تعطي شيء واحد بالرساستيشن مالتك، مو بس تعطي فلويد، لازم تعطي ذا هول بلاد كومبوننت. زين واضحه الفكره؟ تمام. نعم اكو شيء اذا ما واضحه اعيد لك اياها، ما عندي اشكال. يعني انت اذا البيشنت ضغطه مصفر اي يعني ما راح يوصل دم للفايتال اورجن اللي هي البرين والكيدني والهارت، لازم تعطي تبقي يعني تعطي دم وبلازما وبنفس الوقت تعمل على ايقاف النزوفات القويه. زين ونقدر بمرحله ثانيه بعد ما يدخل الانعاش ورا يوم يومين اقدر اسوي العمليات بصوره كامله احسن ما اخسر المريض بنفس العمليه. زين هاي يا مرضى اكو كرايتيريا تو دامج كنترول سيرجري. تغير عندكم السلايد على هذا التيبل؟ نعم دكتور بالنسبه لنا اي بالنسبه لكم. هسه بنشوف عندنا مثلا شنو اللي عندنا الكرايتيريا مال دامج كنترول سيرجري. اذا البيشنت جاي هايبوثيرميا درجه الحراره اقل من 34، اذا ادى اسيدوسيس، اذا السيرم لاكتيت ازيد من 5، اذا بدا يصير عند كوغلوباثي، اذا البلد برجر اقل من 70، اذا ترانسفيوجينج ابروتش 15 يونت يعني يحتاج اكثر من 15 بطل دم، او الانجري سيفيريتي سكور مور ذان 36. هاي اكو سيفيريتي سكور يعني جدول، هذا ما موجود عندكم. اذا السيفيريتي سكور اكثر من 36 هذول كلهم انديكيشن فور دامج كنترول سيرجري. الكرايتيريا فور ايرلي توتال كير اللي هي عمليه واحده، ستيبل هيمودايناميك، نو هايبوكسيميا، نو هايبركابنيا، سيرم لاكتيت ليس ذان 2، نورمال كوغلوباثي، نورمال كلمية، يورين اوتبوت مور ذان 1 ملي امبير كي جي بير اور. هي بصوره عامه على مود تعرفون الفكره يا اللي لازم نسوي له دامج كنترول. غيرت السلايد، لوكال بروتوكول اند جايد لاينز. احنا بالايرلي كير كنا بكل دول العالم نستخدم اطلس بروتوكول اللي هو ادفانس تروما لايف سبورت. هذا البروتوكول ثابت بكل دول العالم بالearly assessment and the treatment of a trauma patient. لكن for specific injuries many hospital and country develop guideline. يعني نعطيكم مثال، يعني مثلا في مستشفى معين في بلد معين يقولون اذا اجانا واحد عند سبلينك انجري نتخذ هاي الخطوه وهاي الخطوه وهاي الخطوه وهيش نطوي وهيش نسوي عمليه. تمام، هاي يسموها guideline. شنو فائده الguideline؟ اول شيء فاسيليتيت كوكر ديسيجن ميكينج، لان واحد هو حافظ المنهاج اللي راح يمشي عليه فاكيد اتخاذ القرار راح يكون سريع. اليمينيتينج ديليز اند بينيفيتينج ذا بيشنت، راح ماكو تاخير وهذا في الشيء راح يفيد المريض. اند بروتكت كلينيشن اند كير بروفايدر وذ ريجارد تو ليجال ايشو. مو بس هذا راح يحميكم قانونيا، شلون مثلا اجى المريض اشتكى هاي ليش رفعوا لي الطحال مثلا، راح الدكتور يقول انا اعتمدت على الجايد لاين مالتنا مال المستشفى اللي تقول فلان خطوه فلان خطوه توصل الى رفع الطحال. It is important to put a local protocol and guideline. يعني كل اصابه نحاول نسوي لها بروتوكول وجايد لاين بالمستشفيات. نعطيكم مثال، بهذا المثال اكو واحد ادى كسر بالحوض بالفيك فراكشر، فهنا اذا انستابل بيشنت قبل الثياتر، اذا ستيبل بيشنت نسوي له سي تي سكان، اذا اكو ارتيريال بليدنج نسوي له امبولايزيشن، نوت فيلد نسوي له باكينج. ما مهم انتم، انا ما اريدكم يعني تحفظون المثال، المهم تاخذون الفكره انه اكو بروتوكول وجايد لاين اللي هو يكون على شكل جدول او على شكل فيجر يستخدم الطبيب بعلاج المرضى. زين من يعالج المرضى بهالطريقه اول شيء القرار راح يكون عنده سريع لان هو عنده فشي حافظه والخطوات يعرفها وهذا الشيء راح يفيد المريض. ثاني شيء راح يحميه قانونيا لانه هو اعتمد على البروتوكول الاصول. هاي سمري بوكس للجزء من هذا المحاضره الفام. Rationalize patient management with development of protocol and guideline. قلنا انه كل ما نطور البروتوكول والجايد لاين كل ما المانجمنت مال بيشنت تكون اسهل. Avoid unnecessary delay. قلنا التايم لاين كونسبت كلش مهم، يعني احنا لازم نلتزم بسرعه التايم لانه بين الدايجنوز وبين الديث وقت قصير جدا. Observe trend and identify probability of ongoing condition. Be alert to identify frequent pattern of injury. Many stakeholders include clinician should be engaged in injury prevention. Legislation and education are essential.
هذا بالإضافة هذا التيبل يعني ملخص للي فات. Adequate pre-operative planning is essential to eliminate unnecessary delay. Document the plan to ensure important parameter is left out. A whiteboard can be used to demonstrate the order of plan execution and act a means of communication of the staff. هنا احنا بنأكد على التخطيط قبل العملية. هذا في شيء كلش مهم. انه احنا لازم تكون عندنا خطة قبل معالجة المريض. ودائما لازم نوثق مالتنا الخطة ويفضل انه نكتبها. وممكن تكون بغرفة الطوارئ او غرفة العمليات صبورة بيضة على مود نوزع بيها الهمام المهام للديفرنت ستاف. وصلنا هسه هذا السلايد early assessment and management of severe trauma. واضح عندكم طالع لو لا؟ الو نعم دكتور. نعم دكتور. اي هذا البارت الثاني من المحاضرة. البارت الثاني من المحاضرة identification of severe trauma. The early assessment and management of severe trauma begin in a pre-hospital environment. Key information in pre-alert include basic demographic information, age and gender, mechanism of injury, injuries identify and vital signs, including respiratory, pulse, blood pressure, and Glasgow Coma Scale. خلا واضح لكم إياه. بالدول المتحضرة, management تبدي بالpre-hospital environment. يعني من توصل للإسعاف تبدي management قبل ما يوصل المريض للhospital. ولازم قبل ما يوصل المريض يعطوك معلومات مهمة, مثلا عمر المريض, الجندر مالته, شلون الميكانيزم مال الانجري مثل ما وضحنا, مدعوم سيارة, واقع بيا جهة بيا صفحة, الفايتال ساينز مالته يعني الريسبيراتوري ريت, البالس ريت, بلد بريشر, جلاسكو كوما سكيل. هذا سكيل يستخدم لتقييم الوعي والبرين انجري. patient that are identified pre-hospital as sustaining at high risk of sustaining severe multi-system trauma should generating trauma team activation and receiving hospital. والمفروض بالهوسبيتال من يطوها خبر انه اكو مريض جاي بالاسعاف, اكو مريض بالاسعاف عنده ملتي سيستم تروما وسبير تروما, انه فورا يهيئون فريق متخصص بمثلا طبيب جراح, في طبيب تخدير, في طبيب عناية مركزة, في طبيب كسور قبل ما يوصل المريض. مو ينتظرون يوصل المريض ويبدون يدزون على الاطباء. اذا لازم يسوون activation of trauma team. Hospital managing large volume of cases of severe multi-system trauma are recognizing the need of enhancing trauma team activation for the most of severely injured patients and so-called code red trauma call. المستشفيات اللي تجيها إصابات كل شوية وإصابات شديدة لازم دول مسبقا يهيئون فريق طبي لsevierely injured patient. هذا نسميه code red trauma call. هذول بس يوصلهم خبر انه اكو بيشنت تايرد راح يوصل للهوسبيتال, راسا راح يشغلون الانذار لدول الاطباء اللي يكونون ما سينيور كلينيشن, اللي هم يكونون افضل الاطباء الاختصاص بالمستشفى بمجالهم, يعني افضل طبيب كسور بالمستشفى, افضل طبيب جراح بالمستشفى, افضل طبيب تخدير. بس توصل اشاره انه كود ريد يعني معناه راح يوصل سيفيرلي انجر بيشنت, يحضرون بالطوارئ استقبال المريض ويبدون علاجه فورا. The role of trauma team to apply the principle of advanced trauma life support to rapidly identifying and treat life-threatening injury during primary survey. The principal advantage of trauma team is that the activity can occur concurrently instead of sequentially. خلينا نوضحكم اياها. شنو فائدة هذا التروما تيم؟ طبعا هم يستخدم بالعلاج الطريقة مال advanced trauma life support, يعني يستخدم الـ A والـ B والـ C. بنفس الوقت العلاج راح يصير concurrently instead of sequentially, يعني مو واحد يجي أول مرة يعالج chest وبعدين يعالج الابدومين والثاني يعالج الرسبيراتري وذاك يعالج circulation, لا, فتست سبع أشخاص وكل من راح يقوم مهمة بنفس الوقت. بنفس الوقت chest تتعالج, الابدومين تتعالج, اللم تتعالج, فأكيد هذا راح يعطي وقت للمريض أفضل. primary survey. اوكي دي تبدل السلايد عندكم, لازم اسالكم. نعم تبدل السلايد. نعم دكتور راستين, راح اعطيكم وقت بنهايه المحاضره ونرجع على السلايدات اللي ما شفتوها ان شاء الله. اوكي ماشي. Primary survey. The primary survey aim to identify and manage the most immediately life threatening pathology first and follow ABC. احنا دائما بتقييم المريض عندنا primary survey وsecondary survey.
يعني عندنا سيرفي أولية وسيرفي ثانوية. البرايمري سيرفي راح تركز على A B C D E. A الايرواي، B البريثينج، C سيركوليشن، D ديسابيليتي. يعني احنا بالبرايمري سيرفي لازم نركز على الايرواي والبريثينج والسيركوليشن، لان هاي الامور ثلاثتها ممكن تقتل المريض بدقائق. اوكي، بالسكندري سيرفي ممكن اشوف الاصابات النخ. خلينا نوضح اكثر. حاليا ضافوا سي صغيره قبل الاي. هاي شنو السي الصغيره؟ extenuating external hemorrhage، يعني نزف شديد جدا جدا، يعني major vessel experience from the war zone over the past 20 year has shown that extenuating external hemorrhage from massive arterial bleed need to be controlled even before the airway is managed. يعني الإصابات هاي الشديدة لقوا بالحروب السابقة إنه هي حتى أهم من الإيرواي. إحنا دائما نعلمكم الأي الإيرواي هي لها priority، لكن نزف شديد كان واحد يكون قاطعين شريان ضغط كبير من الرقبة، هذا النزف شديد يمكن يقتل المريض أسرع من الإيرواي، فعلاجه يكون أولى من الإيرواي. Most of these injury are due to gunshot wound or blast and merely seen in military practice. أكثر هاي الإصابات اللي تسبب نزف شديد نشوفها عادة إصابات الإطلاقات النارية أو الشظايا بالانفجارات، وأكثر شيء نشوفها بالحروب العسكرية. Bleeding must be controlled immediately by application of back and pressure directly into bleeding wound and artery. شو راح نوقف البليدينج؟ ممكن نسوي برجر، ممكن ناخذ باكة هي اللي هي قطعة شاش معقمة ونسوي ضغط مباشر على مكان النزف. الضغط المباشر يوقف النزف. حاليا اكو هيموستاتيك دريسين that contain agent that augment local coagulation are now available. حاليا اكو ضمادات بيها مواد تساعد على التخثر اسرع وتقلل البليدينج، ممكن نستخدمها. Failure to control bleeding in limb by direct pressure should be followed by application of tourniquet proximal to wound. وقت اذا تسوي ضغط مباشر وما يوقف النزف بهيج حاله ممكن تستخدم شنو؟ نستخدم تورنيكه اللي هي رباط علم. كان واحد يكون عنده نزف بالشريان الفخذي بالفخذ، ممكن بدايه الفخذ اخلي رباط قطعه قماش او قطعه مطاط واربط الفخذ على مود اقلل البليدنج. It is vital to appreciate that once tourniquet is applied, the limb becomes ischemic. The time for which the tourniquet applied must be recorded. شنو هاي النقطة؟ الوقت اللي راح أربط به القدم، قصدي الساق أو الأبر لم أو الذراع على مود أمنع النزف، لازم أسجله، لأنه الساق تتحمل ischemic time معين. تتحمل ischemic time معين. يعني مثلا الرجل تتحمل اربطها لمده تقريبا ساعه ونص الى ساعتين، فاني لازم اسجل اني ترى اربطت الرجل على مود امنع النزف قبل ساعه مثلا، لان هو هذا الوقت المسموح لي مو اكثر من ساعه ونص، ولا راح تصير اسكيميا باللور لم. هاي النقطه واضحه شباب؟ تحبون اعيدها لو لا؟ نعم دكتور واضح. اعيدها دكتور، صوت قطع. صوتي قطع. اوكي، احنا لو كانت النزف إذا نريد نوقفه ما نقدر نوقفه إلا نخلي تورنيكه اللي هي رباط نربط به البروكسيمال بارت مال أبر لم لو اللور لم، يعني نشدها بوصلة قطعة مطاط على مود نوقف النزف. بس إحنا نحتاج نعرف التايم اللي خليناها بيها، لأن الوقت اللي ربطناه راح ينقطع البلس سبلاي على اللور لم مثلا، راح ينقطع البلس سبلاي. فمثلاً اللور لم تتحمل ساعة ونص إلى ساعتين ما يجيها بلس سبلاي، فلازم أسجل التايم، وإلا هي راح اللور لم راح أخسرها من وراء الأسكيميا، من وراء التورنيكا الأسكيميا، فلازم خلال هذا الوقت أعالجها قبل ما تصير أسكيميا. أوكي، هسه فهمت النقطة العفو؟ ألو ألو. عفو دكتور، جاء عندي سؤال إنه إذا وصلنا مثلاً شكرا دكتور، اذا وصلنا الوقت مال الاسكيميا يعني وصلنا ساعتين ثلاثه للور لم، يعني التورنت مثلا اخففها انت معناها يعني بالعكس شوي. يعني هسه انت شنو الغايه انت خليت التورنيكا على مود تمنع النزف على مود ما يموت المريض وما تبتر لم. اذا انت بقيتها ساعتين ثلاثه بدون علاج بالاخير معناها راح يصير لم اسكيميا، راح تبتر الرجل. أي. المريض انت يعني هم خسرت الطرف مالته،
المفروض انت خلال الوقت هذا نسميه الاسكيميك تايم اللي سجلته لازم انت ناقله المستشفى وبعدين عمليه ايقاف النزف على مود يشيلون التورنيكه. اللهم الا اذا اكو ظروف قاهره يعني كان يكون مكان جبهه محاصر وهاي صارت بالحروب. نعم الاولويه تكون يعني للحياه يعني اظل حاط التورنت لو مثلا اشيلها وقت وارجعها. نوبات اذا كل التايم يعني ما لحقنا نكمل العلاج خلال هاي الفتره نقدر نستخدم شنو نفتحها في الدقيقتين على مود يوصل دم للم. احيانا نستخدم هاي الامور بس احنا ما نريد ندخلكم بهاي التفاصيل الجزئيه كلها. نعم مفهوم دكتور شكرا. تمام راح ننتقل للسلايد الثاني اللي هو الاير واي اند سيرفايكال سباين كنترول. All trauma patients should be have their cervical spine immobilized and protected throughout. قبل كل شيء بنستقبل مريض بالطوارئ لازم نسوي له protection للcervical spine. لازم نلبسه يا اخي لان هو احتمال عنده فد fracture بالسباين cervical spine واذا حركناها بطريقه مو صحيحه ممكن يصير injury بالسباينال كورد ونسبب له شلل تام. فأول نقطة من يجينا مريض مدعوم سيارة وفاقد الوعي أول شيء أحاول أثبت السيرفايكال سباين ألبسه يا أخي قبل ما أسوي أي شيء ثاني على مود ما يصير عندنا سيرفايكال إنجري. وراها أسوي إميديت أسسمنت أوف إيرواي أتأكد أنه المريض يتنفس الإيرواي ما تمام مسدودة. شو راح أسويها؟ نسوي كلينينج للماوث نسوي سكشنينج يعني نجيب سكشن ديفايز نسوي سكشنينج للسكريشن للبلاد ممكن نخلي سيمبل ايرواي ممكن نخلي قطعه بلاستيكيه هي ممكن تامن الايرواي بالماوث اور ممكن نستخدم جو ثراست يعني نرفع الشن نسوي اسعافات اوليه او ممكن نخلي له اندوتراكيال تيوب يعني نخلي له انبوب تنفسي. لازم اذا نقيم الايرواي. على سبيل المثال اذا تلاحظون هاي الصوره هذا سيفيرلي انجرد بيشنت بالفيس ماتة. إذا تلاحظون أكو فت قطعة بلاستيكية بالماوث هو هذا نسميه Airway Tube أو نسميه Oral Tube. هذا يساعد أنه ما يخلي اللسان يرجع لي وراء ويسهل التنفس. وبنفس الوقت تلاحظون أكو أنبوب داخل بعدين فم المريض أكو أنبوب بلاستيك ثاني داخل هذا Endotracheal Tube اللي نستخدمه بالعمليات للتنفس الصناعي. تمام اوكي اذا واضحه الصوره ننتقل للي بعده. بي بريثنج اند فنتليشن. اول بيشنت شود بي ريسيف هاي فلو اوكسجين. لايف ثريتنج تشيست باثولوجي ساتش تنشن هيموثوركس ماسيف هيموثوركس اند بلايل سيجمنت شود بي دايجنوز اند مانج ايميديتلي. ايكويبمنت اند اكسبيرتيز فور رابيد انسرشن اوف انترستيشال تشيست درين شود بي افيلبل. هل نوضحها؟ قسم من اصابات الصدر ممكن نسميها نيموثوركس يعني دخول الهواء. احنا نعرف كنا البلورال كافيتي نيجاتيف بريشر واذا دخل بي اير راح يصير كولابس باللانج. هاي الحاله نسميها نيموثوركس. او اذا صار بليدنج بالبلورال كافيتي نسميها هيموثوركس وهم راح يضغط على اللانج ويمنع التنفس فالمريض ممكن يموت مختنق. فهنا هاي لازم نسوي لها دايجنوز ايميديتلي. طريقه الدايجنوز هاي تاخذوها ان شاء الله بالسنوات اللاحقه. وبنفس الوقت equipment and expertise for rapid insertion of intercostal chest drain هاي شلون راح نخلصها؟ لازم نخلي انبوب نسميه chest drain بصدر المريض على مود يسحب الهواء او الدم الزايد وترجع يرجع التنفس بصوره طبيعيه. طبعا بالسنوات القادمه راح تاخذون هذا chest tube. زين C circulation and hemorrhage. All patients require adequate intravenous access with at least a 2 large bore cannula. كل المرضى اللي عندهم انجري لازم نخليهم كانيولات حجمها كبير. وإذا ما كفى ممكن نخلي central venous line. يعني شنو central venous line؟ نوع كانيولا أو أنبوب بالميجر فيزل مثل subclavian vein or internal jugular vein. أو أحياناً ممكن نخلي venous cannula بالانتروسيس ممبرين. الانتروسيس ممبرين هو البون البوني الانتروسيس ممبرين الموجود بالبون مع التيبيا ممكن همين نخلي من خلاله فلويد. لازم نسحب دم فور كروس ماتش يعني نسحب دم ونسوي لابراتوري تيست لايك هيموغلوبين اند فينس لاكتيت.
يعني احنا لازم نأمن المريض نخلي له كانيولات، والكانيولات ممكن بريفرال ممكن سنترال او ممكن انتروسيس، ولازم نسحب دم ونسوي كروس ماتش نسوي مطابقه دم الحضره للمريض، ولازم نقيس الهيموغلوبين والفينس لاكتيت. الاسسمنت اوف هيمودايناميك ستاتس شود بي ميد تو ايدنتيفاي شوك بيشنت. ذا سكن مي بي بيل كول اند سويتي and pulse rate rise to over 100 beat per minute and blood pressure is low. شلون نشخص البيشنت شوك؟ الهيمودايناميك ستيت يصير البيشنت السكن مالته بيل وكول وسويتي والبالس ريت توصل 100 والبلد بريشر يكون لو، هذول هيمودايناميكلي انستابل. بنفيك بايندر شود بي ابلايد تو اول هيمودايناميكلي انستابل بيشنت following blunt trauma and not remove until after perfect correction have been excluded. أي مريض يجينا تعرض لحادث سيارة وهي hemodynamically unstable لازم أربط الحوض مالته إلما أتأكد إنه ماكو كسر بالحوض، لأن كسر الحوض يسبب نسب شديد. Priority now stimulus fluid resuscitation and identification and source of hemorrhage. راح أرجع للسلايدات اللي بالبداية اللي ما شفتوها. أوكي سلايد من سلايد رقم 5 قلتوا ما شفتوا؟ نعم وي دكتور. هو التايم لاين كونسبت هذا، يعني شفتوا التايم لاين كونسبت؟ شفتوا نعم دكتور. اي لو قايل لي كان راسا انا دا حركه بس الظاهر علق بالنت. التايم لاين كونسبت احنا قلنا هذا شنو التايم، هي المهم فكره انه تعرفها. الفكره اريدكم تعرفوها انه انت الما يجيك مريض الما تسوي له اسسمنت وتاخذ هيستوري وتسوي له تحاليل توصل فحوصات، يلا تعرف الانجري راح تحتاجك ربع ساعه نص ساعه ثلاث ارباع الساعه، جائز هو عنده نزف بالدماغ نزف بالبطن الى اخره. الما تتصور الفكره وتوصل للدايجنوز وعرفت عنده نزف بالدماغ انت استهلكت لك نص ساعه، بينما هو التايم ماديث مثلا 40 دقيقه حالات الاكسترادورال هيماتوما يعني نزف الدماغ مثلا، فانت بقالك فقط 10 دقائق على مود تسوي مانجمنت. فاحنا نحتاج نهتم بهذا التايم لاين كونسبت، لازم نقلل وقت الدايجنوزس، لازم تكون كفاءتنا بالتشخيص افضل. تمام هي هاي الفكره اللي اريد اوصلكم اياها. يعني هنا كل هالامثله دي تنتقل الصوره حاليا. نعم علي اي دكتور تنتقل الصوره. هنا انا دا يحكي على الديث والريفرسبل دامج. شوفوا الاسكيميك كليم مثلا نحتاج ساعتين، اكسترادورال هيماتوما ساعه ونص، انترا ابدومينال بليدنج ساعه، الاير واي ابستراكشن وقت كلش قليل. احنا لازم الدايجنوز مالتنا يتم قبل ما ينتهي هذا الوقت. لاحظوا الصوره الاخرى التايم مال ديث، عندنا اسسمنت تايم وريسبونس تايم. ريسبونس تايم كلش قريب من التايم مال ديث، يعني تقريبا ما بيناتهم فرق، يعني احنا بعد التشخيص ما عندنا مجال هوايه نعالج المريض. تمام هي هاي الفكره اللي اريد اوصلكم بيها. والاسسمنت مال تروما قلنا احنا ناخذ البيشنت فاكتور والميكانيزم مال الانجل. اوكي وقسمنا الميكانيزم مال تروما البلانت الى بلانت وبنتريتنج، والبلانت تروما قسمناها اندايركت ودايركت. واضحه الفكره هسه؟ اوكي هسه المحاضره انتهت، اذا عندكم اي سؤال باي شيء ممكن اعيد لكم اياه، وراح عمينا ننزلكم بيها باوربوينت كامل وكل الأمور من باكر إن شاء الله. ألو أي سؤال؟ الدكتور رحم الله والديك دكتور، بس بخصوص النيموثوركس وهيموثوركس قلت شو نسوي له تشيست درينز؟ لو تشيست تيوب درين تشيست درين هاي يعني انت ما يهمك الطريقة، المهم انه هو هذول البلورال كافيتي راح يصير بي دم لو اير، وهذا راح يأثر على اللانج راح يكبس اللانج ويمنع التنفس، فإحنا نحتاج نطلع هذا الاير لو نطلع هذا البلد. لازم نخلي فد تيوب خاص نسميه chest tube drain بالانتركوستال اريا على مود يسحب الدم والاير الزايد ويرجع chest يشتغل مثل قبل البلورا كابتي. بعد أي سؤال؟ دكتور بالنسبة للtemporary cavitation والpermanent ليش قسمناها بالشكل؟ شنو فائدتها يعني؟ ليش عرفتها؟ هسه خلّى فهمك هسه إذا واحد تجي طلقة باردة، طلقة واقعة من فوق باردة، الطلقة مثلا ضربت خلينا نقول رجلة،
مشت 5 سنتيم، الدمج موجود بس بهاي الخمسة سنتيم. بس إذا واحد ضرب طلقة بصورة مباشرة وسريعة جدا نسميها هاي فيلوسيتي، هاي فيلوسيتي، هاي الطلقة مثلا مشت 5 سنتيم أيضا، الدمج مو بس بالخمسة سنتيم، من راح تدخل راح تطي شوك ويف تسوي تمبراري كافيتي، راح يصير فت كافيتي يعني تجويف وقتي تنتقل بيه الشوك ويف والدمج. الدمج ما راح يصير بس بالخمسة سنتيم، بدائرة قطر حول الخمسة سنتيم، خلينا نقول 10 سنتيم إضافية تعتمد على الفورس مع الطلقة. يعني أنت من تجي تفحص مو بس الثقب مع الطلقة بيه الدمج، ترى حوالي فد 10 سنتيم بيه دمج. أوكي هاي اللي بنوصل لك إياه، يعني الشوك ويف راح يدمر النير باي تشو. أوكي هاي اللي نريد نوصلها. تمام عشتي ذلك سؤال. أوكي بعد أي سؤال دكتور؟ الحضور شبي الحضور. ألو يعني ما نزل رابط أو في شيء؟ والله هاي يم دكتور علي الرابط مع الحضور. سؤال فيما يخص المحاضرة أكو بعد؟ دكتور بالنسبة لنا للميكانيزمز اوف انتراكشن، هاي اللي ريسبونس تو انجري، هاي نقصد بها يعني مثلا عدة الفيزيولوجيكال اكشنز اللي تصير العديدة. نعم شوف يعني احنا هسه مثلا انت الانتراكشن اكيد راح يختلف، يعني البيشنت اللي عمره 60 سنة اكيد مو مثل 20 سنة، قابليته اقل. المريض اللي عنده سكر وضغط يختلف. الطفل الاصابة مالته بالرأس عنده مثلا مرونة بعظام الرأس تختلف عن الأدلت، فهاي أكيد يعني الـ response to injury different بالأيج والجندر والphysiological state. يعني أكيد واحد مثلا يأخذ حب أسبرين وتعرض إلى إصابة بسيارة أكيد النزف أقوى مما واحد يأخذ أسبرين. المريض اللي عمره 60 وضغط السكر أكيد دعمة السيارة مو مثل ما واحد عمره 20 سنة. تمام؟ نعم. فهاي different mechanism different response، يعني هي نفس السيارة ضربتهم نفس القوة ضربتهم، لكن هذا عمره 20 وهذا عمره 60 أكيد الإنجري مالتهم راح تكون الريسبونس مالتها تختلف لأنه وضعهم يختلف الجسماني. تمام؟ نعم. الموضوع صعب أدري بس، واليوم هم صارت مشاكل ويانا بالنت، بس بدنا نحاول نشرح قد ما نقدر. عاشتي إذن دكتور. أوكي أي سؤال آخر؟ عفوا دكتور، بخصوص الكفرد انجري شلون يعني احذرها واحذرها يعني بمكانها، يعني من الهستري مثلا؟ يعني انا راح اعطيك مثال. انا اي مريض يجي واقع او مدعوم على صفحه اليسرى لازم اخلي على بالي لازم اشيك السبلين. هو ظاهريا يجوز بس الاضلاع مكسوره او بس الفقد مكسور، لكن انا ما دام مضروب على جهه اليسرى لازم اخلي على بالي السبلين. ليش انا مخلي لكم هذا الجدول؟ زين أنا طيتكم المثال الأول بس تقرون كل الأمثلة. زين واضحة الفكرة لو مفهوم دكتور؟ عشتي دكتور الله عليك ما قصرت أحسنتم. بعد أكو سؤال آخر؟ دكتور حسين احنا شوي تجاوزنا على المحاضرة الثانية. والله دكتور المشاكل اللي صارت بالبداية الفنية. زين اوكي هاي هي اذا ماك سؤال. شكرا جزيلا ممنون. دكتور علي بالنسبة للحضور موجود؟ الحضور سجل اوتوماتيك، هي نزلت برنامج راح ينزله اوتوماتيك ما احتاج احد يملي. تمام شكرا جزيلا.